نروح الفاصل في مناشدة، وهذه المناشدة لمعالي وزير الداخلية نائب سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أيضا بالإنابة الشيخ طلال خالد الصباح. شيخ طلال، هذه مناشدة من أخوانك الكويتيين البدون، هم أبناء العسكريين الكويتيين البدون وأبناء الكويتيات أيضا البدون. يقول الأخوان يقولون في مناشدتهم أن ملفاتهم جاهزة للالتحاق بالدورة العسكرية في وزارة الداخلية، دورة شرطي، وعملوا جميع الفحوصات الطبية اللازمة من شهر يناير. نتمنى من سعادتكم اتخاذ قرار قبولهم أسوة بإخوانهم الخليجيين اللي تم قبولهم في شهر مارس الماضي، وبارك الله في جهودكم. يعني هو يتكلم شهر يناير 2022، استاذوا فحوصات طبية، الآن صار لهم سنة يا طويل العمر. وهذه أنا أيضا يعني شايفها أنا مناشدة صراحة مستحقة. لذلك يمكن أنا ما يعني عادة الأمور الأخرى غير رياضية ما أتطرق لها، لكن في أمور إنسانية أحب أن أوقف فيها مع أخواننا سواء كويتيين أو كويتيين بدون، يعني بالنهاية هم كلهم أهلنا بالضبط. فاليوم طويل العمر أتمنى تكون منك يعني مناشدة سريعة أو قرار سريع. يعني أنت شايف طويل العمر في نقص في أمن الملاعب، ملاعبنا ما فيها رجال أمن، قاعد تشوف أيضا في بعض الجهات تحتاج إلى رجال أمن. لذلك الشرطة، الإخوان الشرطة لما تقبلهم أولا يعني فرص عمل تعطيها حق إخواننا الكويتيين بدون، يسدون التزاماتهم سواء المالية أو الاجتماعية، أيضا استفادة منهم في السلك العسكري. وبالنهاية إخواننا الكويتيين البدون أنت شفتهم وأنت عشت أيام يا طويل العمر، اول من ضحى واستشهد في موكب سمو الامير الراحل الشيخ جابر طيب الله ثراه في الغزو، اول من وقف مع الكويت ووقف مع اهل الكويت هم اخواننا الكويتيين بدون. فاليوم يعني هذه فرصه عمل شريفه، فرصه عمل يعني عمل يعني فرصه عمل تعطيهم المجال ان يعيشون حياه كريمه. فاتمنى منك يا طويل العمر ان تتخذ قرار سريع، وانت ان شاء الله قدها وقدود، وتنظر الامر نظره انسانيه، نظره ابويه، ونظره اجتماعيه. بس ترى هم ما وقفوا مع اهل الكويت، هذه هم وقفوا لبلدهم يعني. نعم، هم نعم، ما وقفوا لما تقول وقفوا مع اهل الكويت يعني كانهم يعني عام مساعد. نعم. لا هم وقفوا ودافعوا عن بلدهم يعني. صحيح. هم صحيح. وقفتهم بالغزو كان وقفتهم من حبهم للبلد. نعم. وان هذه. نعم. بلدهم وهذه. نعم. ارضهم. نعم. فهذا كان هذا كان الواجب حتى عليهم شيء، لانهم. نعم. ينتمون لهذه الارض. صحيح. صحيح. يعني مثل ما تفضلت هي مناشده ناشد فيها الوزير، واحنا عارفين يعني الشيخ طلال من الناس اللي تقدر وعارف مجهود يعني هالفئه هذه المحرومه والمظلومه، وان شاء الله انه تكون له وقفه معاهم باذن الله. ان شاء الله. نروح لفاصل، ومشكور على كلامك طيب يا ابو موسى، وان شاء الله كلنا ثقه في الشيخ طلال خالد انه يصدر قرار سريع يعني يفرح الناس مع افراحنا بالاعياد الوطنيه. الان تصير فرحه فرحتين، وشهر رمضان جاي ايضا تكون فرحتهم بالشهر الفضيل، فرحتهم بالعيد السعيد عيد الفطر، يعني تكون فرحه كاملة إن شاء الله، سواء بالعيد الوطني بعيد التحرير بأيضا الشهر الفضيل، وفرحة أيضا بالعيد عيد الفطر السعيد. فإن شاء الله راح تفرحهم، كلنا ثقة في أنك راح تفرحهم يا طويل العمر شيخ طلال خالد، وإن شاء الله توصل لك هلم.